أنا المهندس هيثم أحمد حسين البجاري من محافظة نينوى، خريج هندسة مدنية جامعة الموصل. عملنا بمجال اختصاصنا بالهندسة المدنية في بلدان عدة ومحافظات عدة، وأتصور أنا الأوان أن نرجع لمدينتنا، أتصور محتاجتنا أكثر مما في السابق. فكرنا أنه نخدم المدينة بشيء تعلمناه أو شفناه بالخارج، فمن بين الأشياء اللي شفناها هي هاي المادة اللي إحنا دخلناها للموصل حديثا، اللي هي تفيد المنازل أو المساكن الموصلية، تحافظ على تراثها القديم وبنفس الوقت تحصل على العزل المناسب داخل البيوت، لأن مثل ما نعرف إحنا مشاكل الطاقة وتوفير الطاقة من أهم المشاكل تعاني منها البلاد. المادة هي في الليل مضغوط بطريقة معينة، سمك 4 سنتيم مغلف بطبقة معجون أو إسمنتية، حبيبات السيليكا مع الراتنج اللاصق مع البوليمرات بسمك 5 مليم، فيكون لك هاي المادة العازلة وذات الشكل الجمالي الرائع، ونفس الوقت عندك توفير بالكلفة. هذه تحل لنا مشكلة العزل الحراري، يعني تحافظ على درجة حرارة البيت بدل ما أنت تشغل تبريد أو تسخين واستهلاك عندك للكهرباء واستهلاك للطاقة والنفط، بدل ما تشغل 24 ساعة ممكن توفر خلالها تشغل خلال 6 ساعات أو 10 ساعات أنت محافظ على. فإحنا نعتبرها هذه استثمار طويل الأمد، استثمار طويل الأمد، أنه أنت لو صرفت فلوسك على هذا البيت وغلفته أنت فلوسك راح ترجع لك بالمستقبل.